خبز الزعتر الأخضر والجبنة، وبقول لكم المثل خبز الحاف بعرض الكتاف، ما بالكم حضرتها بالمقلاية وبعجينة 5 دقايق والجبنة دايبة دوب والعجينة طالعة طرية وبتشهي. أول إشي حطيت 7 كوبايات من طحين ساسي، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 4 معالق من الحليب البودرة، 1/2 كوباية من اللبن، 1/2 كوباية من زيت الزيتون، حركتهم مع بعض وعجنتهم بمي دافية. حطيت على وجهها زيت زيتون، تركتها ترتاح تقريبا 5 دقايق، وحضرت حشوة الزعتر الأخضر، 1/2 كيلو من الزعتر الأخضر، 2 بصلتين كبار مدبرين بزيت زيتون، ثم وملح ساسي، وحركتهم مع بعض. أخذت كرات كبيرة من العجينة وفردتها بزيت زيتون، أخذت كمية من حشوة الزعتر الأخضر وسكرتهم، تركتهم يرتاحوا 10 دقايق لحتى أفردهم من غير ما يتقطعوا معي. جزء من العجينة حطيت معهم جبنة موتزاريلا أو جبنة حلوم زي ما بدكم. فردتهم مرة تانية بزيت الزيتون بالمقلاية وحرارة بدها تكون وسط، وحطيتهم وقلبتهم على الجهتين مع كاسة شاي على رواق بتشهي.